في تاريخ المغرب تختلف هوايات الملوك والسلاطين المغاربة بين القراءة والتأليف والقنص والريادة ولعب الورق وتعاطي المسكرات وشرب الخمر والزواج بالأجنبيات، فقد كان الخمر المسكر منتشرا بكثرة بين القبائل الأمازيغية وبكثرة في العهد المواحدي، وكان يتواجد في غالبية المنازل ويشرب بشكل عادي. كان منتج الرب، وهو نوع من الخمر المسكر، على بينة من الأمر، لذلك ألحوا على أنه لا سبيل إلى شربه إلا بخلطه بمثله بالماء. ولما كان الأمر على هذا النحو اختلف بشأن الرب، فقد أجازه البعض كأهل سوس ما لم يؤدي إلى السكر الطافح. في هذا التقرير التاريخي نتعرف لماذا أعطى الملك المهدي بن طمرت شرعية لشرب الخمر، ولماذا كان يشرب الخمر بقوة، ولماذا انتشر الرب الموحدي وهو نوع مسكر من الخمر في الجبال كما في المدن وبين المتصوفة. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى التاريخي والتحليلي. لعل أكثر من أعطى شرعية لشرب الخمر هو الملك المهدي بن طمرت، فعندما رجع إلى المغرب حرص في طريقه إلى مراكش على الدعوة إلى الإقلاع عن شرب الخمر وكسر أوانيه، غير أنه لما وصل إلى موطنه لم يتخذ أي إجراء ضد انتشار الرب الموحدي، وهو نوع من الخمر المسكر، ويعزو البعض ذلك إلى أن خطوتها ذلك كانت ترمي إلى تأليف قلوب المصامد حوله، أو إجراء مؤقتا ريثما يستتب له الأمر. وكان المهدي بن طمرت قبل دعوته يشربه علانية كبقية القوم دون أن يدعو أحد إلى تحريمه، وحتى حينما أصبح ملكا على المغرب كان يرغب في الإقلاع عنه، لكنه في غالب الأحيان كان يعود إليه مجددا، وكان ينتشي بشربه، وكان يشرب في أوقات مختلفة. وتأسيسا على رأي ابن طمرت، بارك بعض الإخباريين الموحدين شربه كابن القطان صاحب كتاب نظم الجمان، وابن صاحب الصلاة مؤلف كتاب المن بالإمامة، هذا الأخير الذي نعت الرب الموحدي بالحلال الذي لا مرية فيه ولا ريب. ويبدو أن هؤلاء لم يفعلوا أكثر من التماهي مع الموقف الرسمي للسلطة إزاء الخمر، لا سيما أنهم إخباريون ومؤرخون رسميون، دون أن نستبعد أنهم عكسوا نظرة المجتمع إليه خلال العصر الموحدي. وعلى عكس الموقف المؤيد لشرب الخمر، حتى آخرون على تجنبه قائلين لأنه لا يختلف عن مفعول الخمر الحرام. ومن هؤلاء أبو محمد صالح الذي ندب مريديه إلى ترك الرب الموحدي، ليس لأنه حرام بل مخافة أن يجر شربه أتباعه إلى شرب الخمر، وهذا موقف أقرب إلى الإباحة من التحريم. وخلص إلى القول، فعلى الجملة من بلي بشرب هذا الرب فليتجنب ما عمل من أعناب الجبال الباردة، لأن أعنابها لا يتزبب، وكل ما لا يتزبب من الأعناب قلت حلاوته واشتدت مرارته فلا يذهب عنه السكر. من جهته دعا الخليفة عبد المؤمن الموحدي الملك من طبيعة الحال في رسالة بعثها إلى الطلبة والأشياخ سنة 543 هجرية الموافق 1148 ميلادية إلى التمييز بين الرب بين الحلال وحرامه، وما يجوز شربه وما لا يجوز، تنبيهات تدل على الحصول على تجاوزات في صناعة الخمر ومن ثم في استهلاكه، مما حوله أحيانا وفي كثير من الأحيان إلى شراب مسكر. لعل اللبس الذي حصل بين التحريم جعل بعض المغاربة يعترضون عن شربه، حتى أن أحدهم
رفض استهلاك الرب الموحد نهائيا رغم طمأنته بعدم وجود أي مسكر به. وقد استمرت هذه الصورة الملتبسة بين الرب والخمر في المجتمع المغربي خلال العصور الحديثة، أو هكذا أرادوها أن تستمر. خلاصة القول، فقد اشتهر أهل الجبال من المغاربة بشرب الخمر خلال العصر الوسيط، ولم يكن مستهلكوه من مرتبة اجتماعية محددة دون غيرها، فقد كانوا من علية القوم وسفلتهم وطبقاتهم الدنيا من الفقراء على السواء. وهذا ما كان عليه الحال مثلا في جبال دارن ومراكش، كما شاع شراب الخمر في أوساط الصوفية كذلك. للموضوع بقية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.